يأتي فصل الشتاء حاملا معه أمطار الخير والبركة التي تمحو عن القلوب الألم وتنزل السكينة عليها ويعم الهدوء في الأماكن. فلا شيء أجمل من أكواب البن اليماني الساخن في الشتاء والنظر من النافذة إلى شروق الشمس، فصباح الورد وصباح الخير للعصافير والهواء الشتاء البارد. الصباح والشتاء والمطر، السماء والغيوم والموسيقى، الكتب ومتابعة هذا البرنامج خلال هذا الصباح، كلها أشياء جميلة في هذا الصباح الحاضر كالنرجس زهر العشق العتيق وروح الشتاء. معا نحرر جدائل هذا الصباح من خلال الأجواء الجميلة والأمنيات الصغيرة المتطايرة نحو السماء مع روعة الشتاء البارد. يا بنا يا شباب الجو نار وعتها، صباح الخير. أسعد الله بالخير صباحكم، وأنا أحييكم عبر برنامجكم المباشر صباح اليمن اليوم الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم شاشة قناة اليمن اليوم. السادة المشاهدين، اليوم لدينا موضوع جميل ورائع جدا، أتمنى أن ينال رضاكم وأحسانكم واستحسانكم أيضا في جعبة اليوم الكثير من الفقرات التي أتمنى أن تنال أيضا رضاكم وأعجابكم. رسالة الحياة لصناعة شخصية الطفل، هذا هو موضوع حلقتي الرئيس خلال هذا الصباح. السادة المشاهدين، أصبحت تربية الطفل تربية سليمة وتنشئته على الأخلاق والمبادئ الجيدة هي مهنة شاقة للآباء والمربين على حد سواء، حيث أنه من اللافت للنظر أن الطفل الآن يتسم بقدر من الذكاء والنضج أكثر مما كان عليه سابقا نظرا لانتشار استخدام التكنولوجيا والعديد من الأسباب الأخرى. وفي السياق الذاتي اليوم انتشر مصطلح التربية الإيجابية مؤخرا بين الأمهات بحثا عن حياة نفسية أفضل لأبنائهن. ما لا شك فيه أن تربية الأطفال من المهمة الصعبة والمخيفة التي تواجه الآباء، فالكثير من الآباء يتخوفون من الأوضاع الحالية في كل أنحاء العالم من تفشي الجريمة والعنف وفقدان براءة الأطفال. أصبح الأطفال هذه الأيام أكثر ذكاء ويعرفون المساومة من أجل نيل أي شيء يريدونه، فربما يجادلك طفلك الصغير مثل الشخص الراشد وهو ما زال في عمر 5 سنوات. هذه التحديات تصعب من مهمة الآباء لتربية أبناء
يتحلون بمكارم الأخلاق من نزاهة وتهذيب وأمانة وزرع كل القيم الفاضلة التي يتمنون أن تكون لدى أبنائهم. وبما أن التربية مهمة صعبة، فقد اجتهد العلماء لعدة عقود لإيجاد أفضل السبل التي من شأنها أن تكون أكثر فعالية في التربية. وقد أدت هذه البحوث إلى النهج المعروف باسم التربية الإيجابية، التي تهتم بعدة مهارات مثل الفاعلية في العلاقات، التأثير في الحياة والانضباط الذاتي، وأيضا القدرة على التحكم في النفس وفهم المشاعر الشخصية، كما تحث على كل ما ينمي المشاعر الإيجابية لدى الأطفال وينحي أيضا المشاعر السلبية جانبا. يحتاج الأبناء دوما إلى الاهتمام، إلى الحب، إلى الرعاية. فقد يعتقد العديد من الآباء أو الأمهات أن إظهار مشاعرهم ومحبتهم لأبنائهم غير مقبول ونوع من الضعف، فيتكون لدى الأبناء نقص عاطفي كبير ويسعون إلى تعويض هذا النقص بأي طريقة. ولذا من المهم جدا احتضان الأطفال التربية الإيجابية، وهو ما نبحث وهو ما طبعا ما تبحث عنه كل أم وكل أب من خلال رعايتهم لأطفالهم، خاصة في ظل الأمراض النفسية والسلوكية التي تصيب الأبناء في الفترة الأخيرة وفي سن مبكر. حول هذا الموضوع أتشرف أن تكون معي في الاستوديو الأستاذة لما ملحم، وهي مستشار أسري. صباح الخير أستاذة لما. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالموضوع الرائع. شكرا يا أستاذة، أنت شرفتينا حقيقة، وأتمنى أن يكون صباحك جميلا من خلال حضورك هذا البرنامج الصباحي المباشر. أستاذة، في ظل التقدم التكنولوجي، في ظل التقنية الحديثة، هل أدى ذلك إلى سوء استخدامها إلى انعدام القيم؟ هل كان يجدر بنا كأسرة أن نتحدث عن التربية الإيجابية وأهميتها ووسائلها؟ نعم، الموضوع جميل جدا، التربية الإيجابية وربطه برسالة الإنسان في الحياة. بداية تربية الطفل متى تبدأ؟ متى نبدأ بتربية الطفل؟ بالحقيقة نبدأ بتربية الطفل قبل الزواج، بداية من اختيار الزوجين كشركاء في الحياة، الشريك. نعم. بعد ارتباط الزوجين يجب أن يكون هناك قيم مشتركة، خطة مشتركة، قانون مشترك يتفق عليه الوالدين، حتى نربي الولد بطريقة متوازنة سليمة واضحة الهدف. أنا ماذا أريد من تربية ابني؟ تمام؟ فإذا تربية الطفل تبدأ قبل الزواج. لابد من وضوح الأهداف، لابد أن أعلم أن بين يدي أمانة، بين يدي جوهرة. أنا بإمكاني أن أضيع الأمانة، وبإمكاني أن أحافظ عليها وأصقل هذه الجوهرة بكل ما تحتاجه حياته هو في المستقبل. كيف أثرت هذه الانفتاحات؟ طبعا أثرت بشكل سلبي مبدئيا، لكن الحمد لله كما ذكرت أصبح لدينا وعي، أصبح هناك العديد من الأصوات الآن تنبه، تزيد وعي الآباء والأمهات، انتبهوا هناك أخطار، هناك بعض المفاهيم، هناك كثير من المبادئ، كثير من القيم تدخل على أسرنا. أصبح هناك وعي، أصبحت الأمهات تسأل كيف أربي ابني، أصبح الأب وهذا نراه من جديد، أصبح الأب يحضر كثير من الدورات، كيف أربي ابني، ماذا أفعل حتى يكون ابني مسؤول، ماذا أفعل حتى أحافظ على شخصية ابني كإنسان سوي نفسيا في المستقبل، كإنسان لديه القدرة على الإنتاج، كإنسان لديه القدرة أن يكون فرد فعال في هذا المجتمع. جميل. طيب أستاذة لما، يعني التربية الإيجابية بمختلف يعني مسمياتها، نعم، هل بتشوفي أن اليوم هي وظيفة أم تحتاج لشهادة وعمل ومعرفة بعلم النفس وعلم الاجتماع؟ نعم، لا يمكن أن يكون هناك تربية بدون علم، لا يمكن. تمام. ذكرت قبل أن نقرر أن ننجب طفل يجب أن يكون لدينا العلم الكافي كيف يربى هذا الطفل، خصائص النمو، ما هي السلوكيات المتوقعة، بماذا أتسلح أنا كمربي. التربية الإيجابية، في كلمة الإيجابية أصبحت الآن مطروقة بشكل كبير جدا، ونحن أصبحنا نهدئ الناس. الإيجابية لا نعني فيها أن تكون دائما صح، ولا نعني فيها أن تكون دائما سعيد، ولا نعني فيها أن تكون دائما كل أمورك تمام. التربية الإيجابية جمالها أنها تحتمل الخطأ والصواب، تحتمل أن أكون سعيد أو أكون غير سعيد أحيانا، هي عملية متوازنة. طيب التوازن هذا من خلال يعني كلامك أنت ذكرت هذه النقطة المهمة، هل يجب أن يكون في توازن
بين الأب والأم في تربية أولادهم؟ هذا السؤال. أيضا هل يجب أنه نقول باللهجة العامية واحد يشد في التربية واحد يرخي في التربية؟ أنا لست مع كلمة واحد يشد واحد يرخي. نفس الأب ونفس الأم نحن أحيانا نحتاج قليل من المرونة وقليل من الحزم، لكن الحزم والحزم تحتها مليون خط أحمر. عندما أقول للمربي يجب أن تكون حازم، فأنا لا أقصد القسوة ولا أقصد العنف، ولكن أقصد لدينا قوانين واضحة، لدينا أساسيات واضحة في عائلتنا، لدينا أهداف واضحة لتنشئة الولد، وأطبقها على نفسي أولا، فأنا حازمة في تنفيذ القوانين. طيب، استخدام الضرب كوسيلة للتربية هل هو أبداً أداة إيجابية أبداً، أو استخدام الألفاظ القاسية هل هي تربية إيجابية؟ لدينا مثلث، أحبه كثير المثلث، أنا مثلث تدمير في التربية. إذا أردت أن تدمر ابنك استخدم الصراخ والصوت العالي، قتلت شخصيته، جعلت ذكر كلمة بابا أو ماما رعب. الولد إذا صرخت عليه رح يمشي معك، لكن مجرد ما غبت رح يعمل اللي بده إياه. صراخ المثلث، ممنوع الصراخ، ممنوع النقد واللوم المستمر، وممنوع الضرب. استخدام أي أسلوب من هالأساليب الثلاثة هي أضلاع المثلث، ضرب، يدمر صراخ، يدمر نفسية الطفل. نعم، مع الاستمرار وبدون التوقف. نعم. طيب يا أستاذ، أنت بتشوف أنه يجب أن يكون في حوار هادئ للتربية؟ حوار ممكن، ممكن نحن عندنا شيء أجمل من الضرب وأجمل من الصراخ، عندنا شيء نحن اسمه عواقب الأمور. تمام، أنا أربي ابني حتى يعرف أنه إن إنسان مسؤول. إذا لدينا قانون النوم الساعة 8 مساء، هذا طيب. طبعا زمان يعني. طبعا لا والله في مربين الآن ملتزمين فيه، في طفل، طبعا في طفل بينام اليوم الساعة 8. نعم، لما بيكون الهدف واضح من التربية من البداية، متفق عليه من الوالدين مثل ما حكينا قبل الزواج، تمام، وبالسنوات الأولى من الزواج، نعم الولد بينام الساعة 8 ما في مشكلة. الولد يستخدم الأجهزة لوقت محدد في اليوم والعمر محدد في اليوم. طبعا أكيد هون الحزم، هون العواقب بالأمور. يعني أنا أربيه على العواقب، لأنه هو لازم يعرف كإنسان مسؤول أنه أي عمل يقوم فيه له عاقبة، إما سلبية أو إيجابية. طيب نقول لو وصلنا إلى موضوع لغة العيون، النظرة القاسية، نعم. هل هي أحد أدوات التربية؟ طبعا، يعني طبعا نقول الهيبة. نعم، يجب نعم. أن الأب يكون الهيبة اللي هي هيبة الرفق، هيبة الرحمة مع الحزم. نحن لسنا مع القسوة والتعريف بأي نوع من الأنواع. طيب، ولأي سبب إن كان. يا أستاذ لما، يعني الحياة الآن هي ليست بصراحة، يعني ليست حياة مثالية. يعني بصراحة يعني أغلب الأسر، نتكلم على ظاهرة عامة، يعني أغلب الأسر المجتمعات العربية الأب منشغل فعلا بالمواقع السوشيال، أيضا الأم، أيضا الطفل. للأسف أصبح الحوار بين أفراد الأسرة حوار يعني إلكتروني، يعني بقدر المسافة القريبة بينهم، كل واحد في غرفة وهذا في الصالون قاعد، في فجوة، فجوة بصراحة يعني. نعم نعم، من يعني أصبح بالعكس الزوج يعني إذا يريد أن يطلب من زوجته مثلا عشاء أو الطفل كله بالواتس، أنا يعني جائع أريد عشاء أريد. طيب، أكل يعني. كنا زمان يا أستاذة بصراحة يعني كانت الأسرة العربية يعتبر الغداء اجتماع عائلي. نعم، الأسرة كلها بتلتم حول يعني طاولة الأكل، وكان اجتماع عائلي جميل. نعم، الآن كل وجبات سريعة، الأب يأكل خارج، الأم تأكل خارج، الطفل بيطلب له تكوية. برأيك عائلة مثل هيك عائلة، هل هي تهتم بمعنى التربية الإيجابية أصلا؟ أكيد لا. طيب أوكي، فإذا نحن نرجع للبداية اللي حكيناها فيها، يعني إحنا بحاجة قيم. إلى العودة إلى القيم. نعم، والمبادئ. نعم، نعم، اللي تربينا عليها زمان. شوف، نحن موضوع العادات أو الأشياء اللي تربينا عليها هي سلاح ذو حدين. في بعض منها كثير مثل ثقافة الضرب. الأب إذا ما بيضرب إذا هو ما عنده هيبة. تمام، الأم إذا ما صرخت إذا هي ما عندها هيبة. لازم تكون قاسي مع ابنك، لازم تعلمه كيف الحياة تكون. الكلمة اللي كنت أسمعها كثير، لازم تطلعه رجال. فكيف لازم تراجع، لازم تكون قاسي عليه، لازم تضربه، لازم ما إلى آخره. هاي الشيء ما نحن ما بدنا نجيبه معنا أبدا من عاداتنا القديمة. لكن من العادات القديمة الجميلة، نعم، الرحمة بينهم، التعاون، الاحترام المتبادل. التربية الإيجابية بتقوم على مبدأ جدا جميل، على مبدأ التقبل وعدم المثالية. نحن بعاد جدا عن المثالية. يعني أنا ما بدي يكون عندي صورة مسبقة، تمام، صورة مسبقة ذهنية لابني موجودة ببالي أساسا، أخذها من تربيتي،
التربية اللي كانت عندي بالماضي أو ربما أخذها من المجتمع حولي، صورة مسبقة بربي على أساسها ابني وبحاسبه على أساسها بغض النظر عن شخصيته عن صفاته عن اختلافات الزمن اللي نحن عايشين فيه. فنحن شو بنجيب معنا من الماضي؟ بنجيب الأشياء الجميلة فقط ونحاول نزرعها في نفوس أولادنا، بنجيبها جميلة ومنعيشها معهم. نحن دائما عندنا كلمة إنه لازم أنا أبدأ بالشيء لأنه ابني بالنهاية بيتعلم مني، تمام؟ حتى لو عم علمه شيء مناقض إلي رح مثل ما حكيت بيمثل أمامي إنه هو بيشبهني أو بيشبه الشيء اللي أنا عم بطلبه منه، لكن مجرد ما غبت فهو حيعمل الشيء اللي بباله وهذا الشيء أنا ما بدي إياه. طبعا لازم يكون في وضوح، لازم يكون في حوار، لازم يكون في كثير من الانصات بيننا وبين الطفل. موضوع الحوار ننتبه إنه نحن بدنا حوار، ما بدنا كمان أداة مدمرة تعتبر للطفل هي التوجيه الزائد. يعني لما تجيني أم تقولي أنا كل نهار بقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل أوامر أوامر أوامر، ما بينفذ. طبعا ما رح ينفذ، بالنسبة لك كلامك بيفوت من مكان بيطلع من مكان تاني. نحن بحاجة للحوار، مو كل شيء لازم نقنعه فيه، تمام؟ لكن حوار. يعني أنا حطيت قانون بالبيت مثل ما حكينا، ممنوع السهر، ما لازم يقتنع. أنا عارفة ودارسة وعندي علم كأم، تمام، إنه السهر مضر بصحة ابني، فأنا بحكي معه نحن رح ننام بكير لأنه السهر مضر بهالعمر هذا. أنت عارفة أستاذة لما أيضا اليوم اختلفت أدوات التربية، يعني يمكن زمان كان في صراخ، كان في تهزيق، كان في مثلا ضرب بالعصا، الآن أجمل عقاب إن الأب يحرم ابنه من الـ من الـ من التليفون. فعلا أصبحت وسيلة فعالة، يعني إذا بدك تعاقب ابنك أو بنتك تحرمه من التليفون ساعة ساعتين نص يوم. طبعا إذا كان أصلا لازم يكون تليفون مع باستمرار. نحن موضوع الموبايل بالذات أو الأجهزة الذكية، يعني في لازم يكون من بين الأمور الأساسية قانون البيت التوجيه وتقنين ساعات. يعني ليش الأولاد صارت تضوج مثل ما حكيت، ليش صار في الولد ما عاد يقدر، يعني نحن هلأ نفتقر في. طبعا أنا ما بدي يكون مثل ما حكيت قبل معك، أنا ما بحب أجيب بس النواحي السلبية، في كثير كثير هلأ أمهات، كثير أمهات تسعى أنه يكون أبنائها عم يتربوا بطريقة جميلة بحيث الإبن يطلع كل المهارات اللي عنده. طيب أستاذة أنت طبعا يعني متخصصة في هذا الشأن والاستشارات الأسرية، هل بتشوفي اليوم أنه التربية بتفرق بين تربية الذكور عن تربية الإناث؟ هل في فرق ولا لازم التربية تكون واحدة خاصة في الأسرة اللي يكون فيها أولاد، يعني أولاد وبنات؟ ليش يكون في فرق؟ بأي ناحية بالضبط؟ موضوع القيم، المبادئ، القوانين تطبق على الجميع. على الجميع. نعم. موضوع يعني نحن لازم يكون في قانون واضح مثلا، طبعا يعتمد كثير على القيم اللي موجودة بالأسرة. يعني نحن عندنا قيمة الاحترام عالية جدا في الأسرة، تمام؟ هذا يطبق على الذكور والإناث، يطبق بداية على الأب والأم. طيب يا أستاذة لما، في أسر عربية معتدلة، يعني الحياة كويسة والأب مثقف والأم ربت بيت ناجحة، يعني أنا ألاحظ أو يتساءل الكثيرين يعني موضوع الفتيات موضوع حساس. يعني مثلا تشوفي الحالة اللي في الواتس أو في الفيسبوك أو أسيرة الحزن، صمت الجراح، الزهرة المحترقة، يعني بتلاحظي أنه يعني الأسرة طبيعية بس الفتاة اللي مش طبيعية، يعني لماذا هي تأطر نفسها في إطار محزن ومنكسر وهي لسه عمرها 15 سنة ولا 14 سنة ولا 16 سنة؟ رح رد عليك بسؤال، كيف بتعتبر الأسرة طبيعية وأنا كأم شايفة بنتي وعارفة بنتي أنه حاطة هيك على الحالة تبعها وساكتة؟ أو أنا لازم يكون في نقاش وفي حوار. طبعا هو موضوع يعني الوسائل الاتصال بجميع أنواعها، شو ما كان الوسائل، فيسبوك، إنستغرام، أي شيء، بالبداية لازم يكون تحت إشراف الوالدين، في رقابة، تكون رقابة طبعاً أسرية. طبعا رقابة، لازم يكون في رقابة لأنه نحن بهيك مواضيع ما في لعب، في صحيح. في أمور خطيرة ممكن تصير وبالذات للفتيات، مشان هيك عم أقول لك في تقنين، في عنا أعمار محددة. أنا تحت عمر مثلا 13 ما بصير ابني يكون مع موبايل. شو بده بالموبايل؟ شو 13 يا أستاذة لما نكون صريحين، يعني طيب. الآن 5-6 سنوات وعنده تابلت وعنده موبايل، بس بتجيني الأم بتقلي ابني ما عم يسمع كلامي، ابني ضايج، ابني عم يضرب أخته، ابني ما عم بينام بالليل، ابني ما عم يرضى يأكل. أول شو سؤال بسألها، كم ساعة بيقعد ابنك على الموبايل؟ طبعا كلاتنا أنا كوم عندي مراهق الآن، تمام؟ نحن دائما في الموضوع هذا. أنا رفقاتي، أنا ما بيهمني رفقاتك. ايوه تمام، هذا اللي انا شو بيهمني. اوكي انت معك موبايل، انا اعطيته الموبايل، او خلينا نقول اذا بدي اضطر اعطيه الموبايل بهالعمر هذا، الموبايل موجود متاح الي باي وقت بقدر افتحه، تمام؟ الموبايل فقط للاتصال. بالبيت انا بالبيت موجود، انا ليش يكون معي موبايل؟ عمري 13 سنه، شو بدي بالبيت؟ بدك تحكي مع رفقاتك، اوكي في تليفون، في تليفوني،
في موبايلي أنا، في تليفون البيت، في أي وسيلة تتواصل مع الفائق. الآن يا أستاذة لما أنت عارفة الآن ظهرت ألعاب للأسف، الببجي والحوت الأزرق، نعم. ومش وفي ألعاب كثيرة ظهرت معها المشاكل النفسية، لابد أن تكون جماعية. يعني أصبح الطفل، يعني شوفي أصبح الطفل اليوم هو خامل. يعني زمان كان في أنشطة، كان الطفل يذهب إلى الملعب يمارس الرياضة، صحيح. يتحرك، صحيح. يمشي، صحيح. أنا للأسف بصراحة أغلب الأطفال أصبح عندهم خمول، عدم حركة، صح. يعني أمراض السمنة، أمراض الرقبة، أمراض العين، أمراض الموجودة بالدماغ. الإنسان الطفل اللي هو مدمن على الألعاب عم يصاب بحالات تشبه الصرع، تمام. اللي عم يصير عند، يعني إحنا هذا اللي عم نحكي، إنه وقت أنا بده يقعد ابني عند الألعاب أو وسائل التواصل، خلص هو عم يفقد مهارة التواصل الاجتماعي الحقيقي. لا والمصيبة كمان بيلعب وهو مركب الشاحن على الكهرباء، تمام. ما يعني وين الأهل؟ هذا السؤال. أين الرقابة؟ أين الرقابة؟ الأهل كمان مشغولين بمواقع السوشيال. هلا أنا بدي أجيب ولد، بدي أتحمل مسؤوليته، مسؤوليته. صحيح. يا أما خلص ما في داعي، أنا ماني قادرة أتحمل مسؤولية الولد، فإذا أو يعني أقل القليل، يعني أقل شيء ممكن الإنسان يعمله إنه يكون مثل ما عم أقول لك، يكون في قانون واضح بالبيت، وتطبيق القانون هون يكون في حزم. وأنا لما بحكي للحزم بدي أرجع أكد، ما بدنا عنف، بدنا حزم. شو يعني حزم؟ يعني أنا حكيت اليوم ما في استخدام للأجهزة غير ساعتين فقط، وحملت حالي وطلعت من البيت، تمام. رجعت لقيت بعد 3 أو 4 ساعات ابني بعده فاتح. أوكي، نحن متفقين إذا أنت فتحت أكثر من ساعتين بكرة ما في لعب، ممكن أسبوع ما في لعب، ممكن نسحب منك الجهاز. صدق الأطفال كتير أذكياء، كتير أذكياء، يعني بيلعبوا علينا نحن. فعلى قد ما بيكون في ثبات من الأهل، على قد ما هن بيمشوا بالقانون، لأنه القانون مريح بالنسبة للولد. يا أستاذة حتى الآن المشكلة، حتى لو خرجوا من البيت، يعني راح الأب هو وأسرته إلى مطعم أو إلى حديقة أو إلى منتزه أو سافروا جولة سياحية، للأسف التليفونات أصبحت مصاحبة لهم، يعني حتى في المطعم، حتى في الكافيه، حتى الكل ماسك التليفون. نرجع بنقول أين الأسرة؟ وين التواصل؟ أين دور الوالدة في ذلك؟ وين التواصل؟ كيف نتعلم؟ للأسف يعني ما عاد في نشاطات مشتركة، ما عاد في شيء ممكن نعمله مع بعض غير إذا وجدت هاي الأجهزة. طبعا بدي أقول لك، في كتير، أنا بحب أكد على هالنقطة، في كتير عائلات الآن إيجابية تربي، كويس. تربية إيجابية، في كتير عائلات عندها حرص على موضوع التواصل، عندها حرص على موضوع أنه أنا أكون مع ابني، أقضي وقت نوعي مع ابني. لأنه نحن ما بنقدر نقول أحيانا إذا كانت الأم موظفة، ما بقدر إجي أنا عليها، أنه هي ربما الحياة احتاجتها أنها توظف لأي سبب، فأنا ما بقدر إجي لها لا أنت لازم تعدي مع ابنك، لأنه أنا ما بيهمني كمربي أنه أقعد 10 ساعات مع ابني اللي هي فقط أكل وشرب ولا تعمل ولا تساوي. أنا بيهمني الوقت النوعي. إذن يا أستاذة لابد أيضا يعني من تكاتف، يعني جميع نقول الأسرة تلعب دور رئيسي، يأتي نعم. بعدها المدرسة، نعم. يأتي بعدها من دور المؤسسات الإعلامية، نعم. المنظمات المجتمعية، المؤسسات المختصة مثلا بشأن الطفل. هو طبعا أفهم من كلامك أنه الأسرة، يعني نتفق بأنها هي الوعاء الذي يحتضن الطفل، نعم. ينشأ فيه، يعني يتربى داخل كيانها، والبيئة التي تفتح حواسي على عناصره، وأيضا التي يعني يتطبع بقيمها والمبادئ التي فيها. صحيح صحيح. نعم بالضبط، هي الأسرة هي النواة، هي النواة. صحة الأسرة صحة المجتمع، صحة المجتمع بالضبط. ونحن مثل ما قلت نبدأ من الأسرة من قبل الزواج، من قبل فعلا. نعم. هذه نعم. موضوع المقبلين على الزواج أنا كثير من الناس اللي مهتمة فيه، لحتى يكون عندهم وضوح. إحنا ما بدنا المزيد من الكوارث العائلية، ولا بدنا مزيد من الانسان اللي بيجي مكسر او الانسان اللي بيجي مكسر. استاذه يعني قبل 10-12 سنه ما كانش موضوع التليفون مطروح، نعم. في ذلك الوقت يعني كانت الامور ماشيه ممتازه، يعني صحيح. الان ايضا يا استاذه في خوف من المستقبل، يعني احنا اليوم في 2022، يعني بعد 4-5 سنوات في ظل الثوره التكنولوجيه والمعلوماتيه، ربما مثلا يكون يعني تظهر اشياء غير الموبايل، غير التابلت، اشياء أكيد. كثيره، يعني لابد ايضا حتى من اليوم الاسره التي تبدا اليوم بالارتباط بالزواج انه يفكروا ايضا تحديات المستقبل. تحديات المستقبل، نعم. طيب استاذه، انت بتشوفين ان النسق الاسري هل هو مهم ومن اهم المؤسسات الاجتماعيه المسؤوله عن نهوض يعني بناء المجتمع وتزويد المجتمع بالكفاءات وايضا الخبرات البشريه التي يحتاجها في عمليه بناء وصناعه تقدمه الشامل؟ طبعا اكيد الاسره نواه اساسيه مهمه جدا، اما تنتج لي انسان مسؤول، انسان فعال بمجتمعه، انسان يحمل قيم، انسان يحمل وطن، انسان يحمل مبادئ، انسان يحمل احلام بنهضه المجتمع، او تنشئ لي
إنسان كسول، إنسان غير فاعل، يعتمد على الآخرين في كل شيء، إنسان غير فاعل، إنسان ما عنده هوايات، إنسان ما عنده طموح، فقط طموحه يقتصر بأشياء كثير بسيطة لا تغني ولا تسمى. عفواً على ذكر الوطن، كيف نغرس الهوية الوطنية داخل أولادنا؟ كيف نعلمهم القيم؟ كيف نعلمهم إيش معنى وطن؟ يعني إحنا على أيامنا عندما نسمع النشيد الوطني كنا نقف احترام وإجلال، اللي ربما البعض أو الجيل هذا لا يفهم ما هي قدسية هذا النشيد الوطني، ماذا يعني الوطن، ماذا حد الأرض، الجذور. حدثه عن وطنه، حدثه. جميل جدا ربط الطفل بتاريخه، تمام، جميل ربط بتاريخ بالحضارة كلها، حضارتنا نحن كعرب يعني عندنا حضارة جميلة جدا. حدث ابنك عن وطنه، حدث ابنك عن تاريخ الجميل، حدثه عن ما تفعل الأجداد على مختلف المستويات، وكون أنت قدوة له، كون قدوة بمحبتك لوطنك، باعتزازك فيه في أي مكان كنت. أستاذ، أنت بتشوفي أنه الطفل اليوم، يعني أنا أقولها وأنا متحسر، يعني الطفل اليوم في العراق، في فلسطين، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، اليوم الطفل يدفع الثمن. اليوم هناك أطفال مشردين، أطفال داخل مخيمات اللجوء، أطفال فقدوا أطرافهم بسبب الألغام، أطفال لاجئين، أطفال يعني غرقوا في البحر. يعني أطفال هذه الدول المشتعلة بالحرائق يعني للأسف يدفعون الثمن غاليا، لا تعليم، لا صحة، لا حياة، لا أنشطة. نعم نعم، يعني هي قصصهم تؤلم، موجعة، تؤلمنا جدا، قصص موجعة. لكن سبحان الله، يعني عسى الفرج قريب، أو عسى أن يكون إن شاء الله الأيام القادمة فيها خير لهم. ونتألم أكثر يا أستاذة عندما هؤلاء الأطفال أحيانا يكونوا وقود لحروب عبثية، ينضمون لجماعات إرهابية متطرفة. نعم، على ذكر الجماعات الإرهابية، نعود لموضوع التربية الإيجابية. التربية الإيجابية جمالها أنها تربي إنسان من مسؤوليته هو إنسان حر، يعني غير قابل للانقياد بسهولة، تمام؟ فرق بين أن أربي إنسان مطيع لا يعرف أن يستخدم كلمة لا أبدا، بالتالي أي جماعة إرهابية قادرة بكل بساطة أن تجذبه نحوها، أو أربي إنسان يعرف ماذا يريد تماما، إنسان مسؤول، إنسان حر يعرف معنى لحريته. فهو بهيك حالة حيكون إنسان إن شاء الله تعالى غير قابل للانصياع، إنسان يعرف أن يقاوم أي أفكار هدامة لنفسه أو لمجتمعه أو لوطنه. بالرغم من وجود اللجوء والقصص المؤلمة، لكن أنا أؤكد أنه في الآن صار وعي، والوعي بمتناول الجميع، تمام؟ صار في وعي، يعني في الحمد لله جانب إيجابي لاستخدام الوسائل الآن، التكنولوجيا المتاحة. الوعي صار قادرة أي أم مهما كان تعليمها بسيط أو إمكانياتها بسيطة، وعم نشوف هالشي بدوراتنا وعم نشوفه باستشاراتنا، الأم مهما كانت إمكانياتها بسيطة المادية عم تحاول تسأل، أنا بدي ربي ابني تربية سليمة، أنا ما بدي ابني يطلع إنسان ضعيف، أنا بدي ربي ابني ليتعلم، علموني كيف ربي. تسأل، أنا ابني عم يعمل هيك، لنفترض سلوك سلبي، أنا كيف بدي أصلح السلوك؟ أمهات على فكرة من كل مكان عم يكونوا حريصين، يمكن لأنه هم كمان داقوا الألم، شافوا طعم الألم، فبدهم يربوا جيل قادر أنه يحمل مسؤولية نفسه. طيب أستاذة، في بعض الأطفال بيكون مثلا عدواني، نعم، كثير الحركة، فرط في الحركة، هل هذه يعني دليل على قوة شخصية هذا الطفل، أم أنه يحتاج إلى رعاية وإلى احتواء وإلى اهتمام؟ وهل هو أفضل من الطفل المنطوي القابع في ركن البيت؟ هلا موضوع الأفضل ما بقدر أحكي هذا الشيء، لأنه كل طفل له خصوصيته، تمام؟ لكن موضوع العدواني، أنه طفل عدواني يضرب الآخرين، يعتدي على نفسه، يكسر الأشياء في المنزل، يكسر الأشياء في مرحلة ما بنقدر نعمم، لأنه في مرحلة من مراحل العمر، الطفولة المبكرة وهيك أمور، أحيانا تكسيره للأشياء مجرد استكشاف. بيهمني دائما أدرس السلوك، شو سببه، هل هو عم يسكر لأنه عم يكسر الأشياء لأنه هو بهالعمر هاد هيك بس بيحب يكسر أشياء ويتفرج عليها مثلا، أو في رواسب، هل عم في اعتداء عليه من الأب والأم، هل في اعتداء بمجتمع المدرسة فهو عم يرد. لكن إجمالا نقدر نقول الطفل العنيد اللي ما بينصاع بسهولة،
هي بوادر شخصية قوية إذا تم توجيهه بطريقة صح. بالطريقة الصحيحة. إذا تم تربيته وتوجيهه بطريقة صحيحة، نعم هو أفضل كثير من الطفل اللي هو دائما مطيع، دائما بيقول ما عنده رأي، ما بيعرف شو بده يلبس، شو بده يأكل، ما عنده ولا مهارة يعملها. في عندي كلمة بقولها دائما، المربيات مشهورة فيها، دائما ربي ابنك ليكون مسؤول عن نفسه، تمام؟ ربي ابنك ليكون إنسان مستقل عنك. أنا ما بدي ربي ابني ليكون دائما ملتصق فيه. يا أستاذة، في مثلا بعض الأمهات نقول الحب الزائد، يعني أولا هل الحب الزائد هو تعلق واجب على كل أم؟ لا طبعا. يعني أنا أستغرب مثلا تظل هي مع ابنها، دخل الابتدائية، دخل الإعدادية وهي ملاصقة له، دخل الثانوية، دخل الجامعة، بيتزوج مش قادر يشتري كيلو طماطم أو بالمقابل بطاطا، تجيني لا لازم يتصل لأمه. يعني تجيني شكاوي من نفس الأم اللي بتحب ابنها كثير، إنه ابني ما عم يعرف يعمل شيء، ابني راح على الجامعة ورسب، ابني ما بعرف مدري شو، برجع على الأساسيات. على مستوى اللبس يا أستاذة مثلا ما بيعرف يختار. ليش يعني ليش ما تعلم ابنها اختيار مثلا ملابسه وألوانه؟ يعني بيكبر ويصبح شاب، أمي أنا شو ألبس من لون البنطلون أو القميص أو الجاكيتة أو هذا عم نحكي. ربي ابنك يكون مسؤول، منفصل عنك، مسؤول عن نفسه، مستقل بنفسه. ونحن لما بنقول مستقل مو يعني ما يحتاج أمه، هو رح يحتاج الأم بكثير أمور بحياته. علم حرية نعم، لكن خليه أنا يا ترى لو أنا غبت حيقدر يعيش ويتصرف. لا بالضبط، لو أنا غبت لأي سبب، مرض، سفر، فقدان لا سمح الله إلى آخره، هل هو قادر يقوم بالأمور الأساسية على الأقل في الحياة؟ أمور الأساسية، يعرف يعمل أكله، يعرف يلبس، يعرف يغسل غسيلاته، يعرف يدرس لحاله. طبعا نحن بمرحلة معينة نقول للأم ابعدي عن ابنك موضوع الدراسة، انت ما لازم تمسكي الكتاب تحفظي معه، صحيح. لازم تكوني مشرفة عليه كل فترة تتأكدي أموره تمام، ممكن كل أسبوع مرة، ممكن هي بتتقرر حسب كل أم وخطتها، لكن مو مفروض أنت تدرسي عنه. شو تركتي له من خيارات؟ شو تركتي له عشان يقرر؟ هي مهارات اتخاذ القرار تبدأ من هالأمور، هاي من الأشياء البسيطة كثير. بيقولوا لك أول قرار بياخده الإبن، أول قرار بياخده لحتى يكون إنسان منفصل، هو قراره لما بيقرر يوقف ويمشي. هذا أول قرار بياخده عن قصد، في عمر سنة يعني، في عمر سنة أنا وقفت بدي أمشي. هون بتبدأ مسؤولية الأب والأم، يا بيتركوه. أنا كأم بهالعمر هاد مهمتي أمن بيئة آمنة. كيف يعني بيئة آمنة؟ ابعد الأشياء الحادة عنه. أي أوكي، طبيعي كثير الأم بهالعمر هي ابنها مثلاً هالموجود على الطاولة ما يكون موجود، مين أهم؟ الضيوف اللي بدون يجي عندي ويشوفوا عندي تحف أم ابني ومسؤوليته؟ موضوع النوافة تكون مغلقة، حديد إذا في شيء، البيئة الآمنة هي واجبي أنا كأم. لكن إذا مشي وقع تركي رح يوقف من جديد ويحاول. لا إيه وقع يمو، يلا خلص قمنا رجعوا إيه وقع يمو، بلشنا من هون بيبدأ موضوع أنه الطفل يتكل على أبوه وأمه. طيب أستاذة لما أنت عارفة يعني، وهذا الشيء يعني لا نقدر نخفيه، الخلافات الأسرية مستمرة، نعم. الأب والأم مختلفين دائما، الصوت العالي مرتفع، المشاكل اليومية لا تنتهي، هذا كله هل بيأثر على شخصية الطفل، على نفسية الطفل؟ أكيد 100%. طبعاً الانفصال بين الزوجين بيأثر. الخلاف نعم، الانفصال في حال تم تهيئة الطفل بطريقة جيدة، بطريقة يعرف إنه هو ما له سبب، أنت مو بسببك نحن انفصلنا. طبعاً نحن موضوع الانفصال بده تهيئة قبل مدة جيدة، لما بيكون في قرار الطفل يهيئ نفسياً إنه نحن بنحبك، نحن حنضل بابا وماما، لكن كل واحد فينا حيسكن ببيت، لأنه هي سنة الحياة. يعني يدرب على أنه يتعود أنه هذا الشيء ممكن يصير بالحياة، كل واحد فينا بيسكن ببيت، لكن نحن رح نضل بابا وماما منحبك. لازم كتير يسمع كلمة أنه أنت مالك ذنب، لأنه الأطفال باللا شعور ذات الأعمار الصغيرة بيحسوا أنه هن ذنب، إحنا بسببنا ماما. لأنه كتير أحياناً كمان لا تنسى بتصير خلافات بسبب الأولاد، ليش ما عملتي هيك لأبنك، ليش عملتي له هيك، فكتير بتنشأ خوف عند الطفل أنه أنا سبب. يدرب على هالشيء هذا لما بيكون الانفصال أو الطلاق بطريقة إيجابية، كمان خلينا نقول بطريقة محترمة، بطريقة فيها وعي لدى الزوجين، لا إن شاء الله بيكون تدارك الموضوع بإذن الله جيد. يعني أستاذة يعني أحياناً أحياناً الطلاق بيكون حل، بيكون حل نعم، لأنه الخلافات بيناتهم الحياة بتصير بيناتهم مدمرة للطفل جداً. فنحن من طبعاً كتير بدها وقت، هيك قرار كتير بده وقت، يعني ما بيتاخذ أبداً بشهر ولا لا، يحتاج للعديد من الجلسات لنتأكد إنه هل الزوجين استهلكوا كل الطرق ممكنة لحتى يحلوا الخلاف بيناتهم؟ هل هن أصلاً بيعرفوا شو هو سبب الخلاف؟ طيب يا أستاذة، المرأة العربية يعني امرأة عظيمة وممتازة ومرتبطة بعادات وقيم وتربية جميلة، بس أحياناً بيكون الضغط
انه اتحملي عشان اولادك، اصبري عشان اولادك. طيب الى متى مثلا تظل هذه المراه متحمله وصابره؟ هذا كمان بياثر على نفسيه الام، طبعا. ولو تاثرت نفسيه الام بتاثر ايضا في تربيتها مع اولادها. صحيح، نحن بهيك حاله هذا اللي بنحكي له نحن اللي هو الصبر السلبي، تمام، الصبر اللي بيكون على حساب صحه الام، واحيانا على حسابها، يعني حتى اذا كانت الام غير سعيده او ام محطمه، خلينا نقول لنفترض بيجيني كثير كانه انا متحطمه والى اخره، حتى الزوج ما حيكون سعيد بالمقابل، يعني الاسره كلها حتكون فيها تفكك. نحن كمان بنحاول قدر الامكان نعلم الام انها تكون انسانه سعيده بنفسها، سعيده بذاتها، بنحاول بكل الطرق بكل الوسائل معها. وقت نوصل لمرحله انه خلص الموضوع غير قابل، بلشت تظهر عليها اثار سلبيه على صحتها، الزوج ما كان مساعد، بنحطها قدام خيارات، ندرس ظروفها بشكل جيد. طبعا لا يمكن بطريقه من الطرق ناخذ قرار عنها، يعني حتى لو كنت انا كاستشاريه شايفه انه الافضل لها انه تنفصل، لا يمكن ابدا شجعها ولا على قرار، لا شجعها على الانفصال ولا شجعها انها تضل. احنا بندربها، تمام، وبنتبع معها عده وسائل لحتى توصل لقرار مناسب إلها تتحمل مسؤوليته هي. احيانا بيكون القرار اخف الضررين، ممكن يكون اخف الضررين الان اذا كان اولادها صغار، ما عندها معيل لنفترض، هي كانسانه غير قادره، طبيعتها يعني نفسيتها غير قادره انها تستقل هلا لحالها، فبنحاول ندربها انه تعيش حياتها بسلام قدر الامكان. انت عارفه يا استاذه لما انه الام طبعا هي يعني تسبق المعلم بعدة سنوات في موضوع طبعا تنشئة الأطفال، وأيضا إعدادهم الإعداد الأمثل فكريا ونفسيا واجتماعيا وأيضا يعني معرفيا وتربويا وعقليا. هل اليوم أصبحت البيئة الأسرية يعني هي الرقم الصعب في عملية البناء التربوي للفرد، وأيضا يعني تشكيل اتجاهاته السلوكية والقيمية والاجتماعية والنفسية السليمة؟ نعم دائما، مو بس اليوم. إذا بنرجع شوي للتاريخ، نرجع للقصص زمان زمان، رح نشوف انه الاسره والام تحديدا، سبحان الله، هي الله سبحانه وتعالى اختار لها المكان، مكانها هو تربيه الاولاد. حتى لو كانت عامله، حتى لو كان عندها مستقبلها، نحن بنشجعها يكون عندها شيء، لكن سبحان الله دور الام دور محوري من زمان، دور محوري من اذا بتشوف القصص بالتاريخ قديش كان الامهات لها اثر جميل في حياه ابنائهم، بالمقابل قديش في كان امهات كان لها اثر سلبي بحياه امهم، فهو دور محوري وحيضل دور محوري. يعني تظل الاسره، نعم، هي من اهم ادوات الضبط الاجتماعي. صحيح. اليوم صحيح، اذا ما كانت الاهم، لانه هي البدايه. الطفل الانسان اول ما يفتح عيونه مباشره حينشا باسره، بعد الاسره حيطلع على مجتمع الحضانه والمدرسه والشغل والى اخره. فاذا كانت النواه بالبدايه قدر ما تكون متوازنه سليمه، أو بدي أحكي بقصة، أنه نحن لما بنقول تربية إيجابية مو معناتها تربية ما فيها مشاكل، مو معناتها أسرة ما فيها مشاكل أبداً، نحن بنقول تربية صحية وصحيحة. الصحية اللي فيها مشاكل، اللي ممكن كثير الأب والأم يتقاتلوا عادي طبيعي، هي حياة الدين، الحياة هيك، لكن خلافاتهم ما بتوصل لمرحلة فيها إهانة، فيها ضرب مستمرة، فيها غضب، تمام، يوصلوا دائماً لحل مشاكلهم نوعاً ما. وتربية صحيحة، تمام، حياة صحية لنا معناتها فيها مشاكل، فيها حلو وفيها مر. وتربية صحيحة، التربية اللي مبنية على أسس واضحة، والأسس الواضحة ما بناخدها، أسف بهالكلمة، لا من الجدات ولا من العمات ولا من الجارات ولا من صديقتي. الأسس الواضحة بالتربية والصحيحة ناخدها من العلم. إذن الأسرة هي تقوم تحويل الطفل من كائن بيولوجي، نعم، يعني إلى كائن اجتماعي له شخصية الاجتماعية المتفردة التي تتشكل، نقول، في مختلف المعايير والقيم وأيضا أساليب السلوك الاجتماعي. إذا أتفق معك أنه كل ما اهتمينا بتربية البنت بمعنى أنه أنا أهتم بتربية أسرة مستقبلية. صحيح. وإذا كانت هذه الأسرة هي أسرة فاضلة وأسرة رائعة، إذا فأنا أساهم في بناء مجتمع راقي ومجتمع يعني متميز عن بقية المجتمعات الأخرى. نعم نعم أكيد طبعا. وتربية البنت، تربية الولد يكون إنسان مسؤول، يعرف أنه على عاتقه مسؤولية ليست بالسهلة، مسؤولية حمل أسرة، مسؤولية إعانة أسرة، ليس موضوع سهل، تمام. كمان نحن نحتاج ندعم الولد حتى يكون إنسان يعرف يأخذ قرار، حتى يكون بالفعل سند لهالعائلة اللي حتكون إن شاء الله تحت ظله.
طيب أستاذة، سؤالي الأخير، كيف نعود الطفل على حب التعاون المشترك؟ كيف نعلم الطفل كيف يحب أخوته؟ كيف نعلم الطفل على أن يكون أيضا كائن اجتماعي؟ كيف نساعد الطفل على إبراز مهاراته وقدراته الإبداعية في ظل الظروف التي نمر بها اليوم، ومن خلال أيضا سطوة الأجهزة الذكية على حياتنا التي يعني بحاجة إلى تعاون الجميع وبالذات الوالدين داخل الأسرة؟ نعم، الطفل من البداية من وقت يعني حوالي عمر سنتين يتعلم، يشارك بالبيت يتعلم. طبعا نحن لعمر 7 سنوات تقريبا ما بنقدر نحكي مع الطفل لازم تكون تحب اخواتك، لازم، لانه في عنا اعمار معينه بيبدا فيها زرع القيم بطريقه منهجيه يعني. لكن بالاعمار الصغيره مجرد ما شاف الجو العائلي بشكل عام، يعني نكلفه بمهام بسيطه تناسب عمره، هاي المهام البسيطه هو مسؤول عنها، ومباشره مجرد ما انجز المهام يكون في عنا نحن بنحكي له تعزيز ايجابي، كلمات جميلة، حضن، قبلة، أحسنت، أحسنت العمل. أنا كثير بركز على هالموضوع، مو أنت بطل، ينشأ الولد وهو خايف ما يكون بطل. أحسنت ترتيب مثلا السفرة، أحسنت ترتيب أمورك، فأنا عمل العمل جزيته عليه. بعدين نعودهم يكون في عنا عمل جماعي بالبيت، مثلا موضوع الطعام هذا لحاله تدريب، درب الطفل مع أخواته يعملوا مثلا الطعام، يحطوا السفرة. ما بده يكون عندي بالعائلة ابدا، كثير طبيعي يجينا طفل بيغار اكثر من طفل، طفل اجى فجاه اخ صغير صار يغار منه بمراحل معينه، ما بده يكون ابدا في عنا مقارنه بين الاخوه عشان ما ينزرع بيناتهم هالاحساس هذا، ولا نوع من انواع المقارنه، لا سلبيه ولا ايجابيه، اخوك احسن منك، اخوك وقت كان بعمرك، اخوك، لا لا لا، كل طفل انسان مستقل بذاته، ونحن لازم يكون عندنا هالفكره انه انا اتقبله مثل ما هو، هو عنده امكانيات هالقد بس شغله فيها. مع الوقت مع العمر رح يربى هو ببيئة عم يشارك فيها كإنسان صغير، وعم يكبر بالمشاركة بمهام البيت، بعدين مهام البيت بصير بيشاركه بالتسوق مثلا، هي الفلوس روح اشتري لحالك أغراض، روح أنت وأختك مثلا اشتري الأغراض، أختك صغيرة مثلا ممكن أبدأ أحكي معه مثلا حلوة مثلا روح العب أنت وياها باللعبة الفلانية، ما بدي يكون في فرض، ما بدي يكون في أوامر، مجرد اقتراحات، لعبات جماعية مع بعض، نقسم المهام بيناتهم، إن شاء الله بيتعود بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله تعالى. وبصراحة الحوار كان شيق، وفي معلومات كمان هي جميلة. نتمنى أنه من الأسر كانوا قد استفادوا منها. الأستاذة لما ملحم نورتينا وشرفتينا، مستشارة أسرية، نتمنى لك المزيد من التألق في مجال تخصصك ومساعدة الأسر التي تحتاج إليك، وتحية الفخر والإجلال للشعب السوري العظيم. أنا مسرور جدا بتواجدك معنا خلال هذا البرنامج الصباحي، كنت ضيفة عزيزة علينا خلال النصف الأول من الحلقة. شكرا جزيلا لك. شكرا كثير لكم على الاستضافة، أنا كثير سعيدة بتواجدي معكم اليوم، شكرا كثير على هالموضوع الجميل. شكرا. السادة المشاهدين، ما زال في جعبتنا الكثير من الفقرات التي أتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم. فاصل ثم أعود لاستكمال بقية فقرات البرنامج.
السادة المشاهدين المحترمين في كل مكان، مرحبا بكم مجددا. كما تعودنا ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء المهندس المتألق رشيد العريقي، الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، صباح الخير وصباح الجمال وصباح الحب وصباح السلام. ما هو الجديد لديكم فيما يخص أحوال الطقس، وماذا سجلت لديكم محطات الرصد الجوي حول درجة الحرارة؟ الكلمة لك. أسعد الله صباحكم بالخيرات والسرات، وأحييك أخي صبري. شكرا. ونشكر لكم تواصلكم الدائم معنا وعلى جهودكم أيضا الطيبة في هذا الجانب، كما أحيي أيضا طاقم البرنامج وجميع مشاهدينا الأكارم. فعلا خلال اليومين الماضيين ظهرت أثبات واضحة بالسحب في بلادنا، فقد ظهرت السحب المخفضة وتشكلت كابونة المائية والضباب في قمم الجبال وفي منحدرات على بعض مناطقنا الجبلية، وأثرت أمطار بعضها على سطح الرذاذ وبعضها خفيفة إلى متوسطة، وخاصة بشق دمار ومتابعات سعد وعب وريمة وحتى والمحويه وأجزاء من محافظة عدن صباح يومنا هذا، ووصلت يوم أمس حتى الغدارة كما حدث ذلك بعد العصر في شمال أمانة العاصمة صنعاء رفعت العواصف الرعدية ولأول مرة، ولحظة أيضا نشاط للرياح وارتفعت درجات الحرارة الصغرى بمقدار درجتين إلى 3 درجات مئوية. ومن المحتمل ونحن نراقب أيضا باستماع صحيح صبري درجات الحرارة التي من المتوقع أن تنخفض مجددا من بداية الأسبوع، بدأت ومنتصف الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا درجات الحرارة هنا كانت ما يعني ليست بتلك التبريد التي شهدتها بلادنا خلال شهر كامل، قبل شهر كامل أيضا. إذا تراجعت ولله الحمد منذ 21 ديسمبر وحتى الآن درجات الحرارة وارتفعت قليلا، وكان هناك ما بين التبريد والتبريد النسبي، لكن خلال اليومين الماضيين كان واضح انه التبريد لم يكن تبريد كبير، ولكن كان تبريد نسبي على جميع محافظات بلادنا، سواء كان الجبليه والصحراويه والهضاب الداخليه والساحليه، سواء كان الغربيه والجنوبيه والشرقيه وخمس قطرة. اذا نتمنى ان تكون الاجواء القادمه هي اجواء دافئه. شاكر جدا تواصلك معنا المهندس رشيد العريق، ناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. تحياتي أيضا لزملائك العاملين معكم، شكرا جزيلا لك. وفي الملف الثقافي نتحدث أيضا اليوم عن السينما والفن، حيث شهد شباك تذاكر الأفلام السينمائية انتعاشا، ونجحت الأفلام الثمانية المتنافسة في ماراثون نصف السنة في تحقيق إيرادات 2,238,000 جنيه، وجاء في الصدارة فيلم الجريمة محققا 1,047,000 جنيه، بطولة النجم أحمد عز، من شلبي ماجد الكدواني. الفيلم يصنف سيكو دراما تشويق، يحتوي على بعض مشاهد العنف والجريمة. هلوس نحوه تصنيف عمري من جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فوق 16 عاما. جاء أيضا في المركز الثاني فيلم زيكو، فيلم زيكو طبعا بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنى شلبي، وحقق حوالي 900,000 جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته الفنان محمد محمود وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ ورانيا منصور وكارولين عزمي. هقول لهم اكتشفت انك مجنون وبتتعالج، والمجنون ما بيتعاشرش، بيدخلوا مصحة. انت كنت فين النهارده؟ انت عاجبني، تيجي نتجوز؟ نتجوز؟ انا هدفي هو الوصول للحقيقة. انت حقيقة اصلا. وفي الفن رفعت نتفليكس خطط اسعار اشتراكها الشهري في الولايات المتحدة لتبدا من 10 دولار في الشهر بدلا من 9 دولار للخطة التي لا تتضمن الـ HD، بينما ارتفع سعر خطة الـ K4 إلى 20 دولار في الشهر من 18 دولار. أما الخطة
تهدمت منازل عدة في صنعاء القديمة وأخرى آيلة للسقوط نتيجة الإهمال المتعمد من قبل ميليشيات الحوثي في ظل مخاوف من إخراج المدينة التاريخية من قائمة التراث العالمي. تقرير الزميل أكرم سران. صنعاء القديمة عاصمة الروح التي يكتمل الوعي بجمال مكانها وبهاء عمارتها، وتختزل الذاكرة والبصر ما تسخر به هذه المدينة من شواخص ومباني أثرية تعانق الروح بسحرها ورونقها المعماري القديم. فأينما وليت وجهك في أزقتها وحواريها تجد أن هذه المدينة لا تشيخ أبدا، ولا زالت تتحدى الزمن بفنها المعماري وجمالها الساحر. مدينة صنعاء القديمة وبعد 7 سنوات من دخول ميليشيات الحوثية باتت أكثر من 5000 منزل فيها مهددا بالانهيار وآيلا للسقوط نتيجة ما لحق بها من إهمال متعمد من قبل الحوثيين. وهنا تظهر عدد من منازل المواطنين وقد سقطت وتحطمت بشكل كلي، وأخرى يبدو على جدرانها الشروخ التي تنذر بالاندثار. وأمام الإهمال الذي تتعرض له صنعاء القديمة، نهبت ميليشيا الحوثي المبلغ المقدم من منظمة اليونسكو لترميم 69 منزلا، وصدم خوف من تسبب الميليشيا في إخراج المدينة التاريخية من قائمة التراث العالمية نتيجة ممارساتها اللامسؤولة وإهمالها المتعمد للمدن التاريخية والمواقع الأثرية. لم تسلم جدران مدينة صنعاء القديمة من تشويهها بكتابات شعارات ميليشيات الحوثي الطائفية لتضعها منظمة الأمم المتحدة اليونسكو على قائمة المدن المهددة بالخروج من قائمة التراث العالمي في العام 2015 بعد أن طالتها يد العبث الحوثي الإرهابية. مدينة صنعاء القديمة المأهولة بالسكان منذ أكثر من 2500 سنة أدرجت في قائمة التراث العالمي عام 1986، وحافظت على تراثها ومنازلها التي بنيت قبل القرن 11، وتم ترميمها من خلال حملة كبيرة أطلقتها اليونسكو في أواخر الثمانينات، وحافظت على ضابعها التاريخي الفريد. معالم صنعاء التاريخية والأثرية مهما تعرضت للإهمال والتغيير الحوثي وطمس ملامحها وحضاراتها العريقة، ستبقى القبلة الأولى وعاصمة الروح لكل اليمنيين الذين استوطنت جنبات أرواحهم بجمالها وهوائها وتاريخها وأهلها الطيبين. وفي الصحة والطب، البداية من اليمن، حيث قالت منظمة الصحة العالمية أن اليمن لم يطعم أكثر من 10% من سكان ضد فيروس كورونا كوفيد-19. وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن اليمن وأفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا لم تطعم أكثر من 10% من سكانها، مشيرا إلى أن هذه البلدان لديها من اللقاحات ما يكفي لتطعيم 40% من سكانها. وأرجع التقرير انخفاض نسبة التطعيم إلى عدة تحديات أبرزها غياب الالتزام السياسي على أعلى المستويات، إضافة إلى انعدام الأمن وضعف النظام الصحي والتحديات اللوجستية ومحدودية التفاعل مع المجتمعات المحلية. وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تحد من إمكانية وصول اللقاح إلى مستحقيه، واتهمت وزارة الصحة في الحكومة الحوثية بمنع دخول لقاحات كورونا إلى مناطق سيطرتهم، الأمر الذي حال دون الحصول على المزيد من اللقاحات. قال طبيب بريطاني إن شرب كميات كافية من الماء بشكل يومي ضروري لمنع العديد من الأمراض، وأن هناك طريقة بسيطة لمعرفة إن كنت تفعل ذلك. أشار الدكتور ستيو أرت جالوي أستاذ الفيزيولوجيا في جامعة سترلينغ البريطانية إلى أن عدد المرات التي يذهب فيها الشخص لقضاء حاجته في الحمام تدل بشكل حاسم عما إذا كان يشرب كمية كافية من الماء. وقال جالوي: أعتقد أنه من الأفضل على الأرجح أن تقيس ما إذا كنت تتناول الكثير من الماء أم لا من خلال عدد المرات التي تذهب فيها للحمام يوميا. وإذا كنت تذهب 5 أو 6 مرات في اليوم أو ربما 7 مرات، فمن المحتمل أنك تشرب الكمية المناسبة من السوائل. وأضاف: إذا كنت تذهب 3 أو 4 مرات فقط يوميا للتبول، فمن المحتمل أنك لا تشرب ما يكفي.
وإذا كنت تذهب أكثر من 7 إلى 8 مرات في اليوم فمن المحتمل أنك تشرب الكثير من الماء. وفي الطب أيضا حذرت طبيبة الأمراض الباطنة من بريطانيا نينا أسلم من أن متحور أوميكرون قد يتجلى في عين الإنسان، أفادت بذلك صحيفة إكسبريس البريطانية، حيث قالت الطبيبة أن التهاب الملتحمة قد يكون أحد أعراض متحور أوميكرون، وأوضحت أنه يوجد في العين مستقبلات خلوية يمكن للفيروس أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، كما توجد تلك المستقبلات في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون كما تشاهدون معي في الشاشة. ولم تستبعد الطبيبة أن التهاب الملتحمة قد تظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أي أعراض لفيروس كورونا. هذا وكان الاختصاصي الروسي لأمراض الحساسية والمناعة قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به أن ألما في الصدر نادرا ما تظهر عند الإصابة بمتحور أوميكرون. وفي الوقت نفسه سجل الأخصائي أن من بين علامات الإصابة بطفرة جديدة للسعال الجاف والتهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والضعف والصداع والحمى. المخرج عمرو السقا يعلن نهاية هذه الساعة البرامجية المباشرة. أنا صبري الكميم وجميع طاقم العمل خلال هذه الفترة الصباحية نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع بقية نشراتنا الإخبارية وبرامجنا القادمة. لا تنسوا ابتسموا دائما في وجه الحياة. يا سمخ الكراس في علوها وساس، معروف بين الناس بالماضي والحاضر. يا سمخ الكراس في علوها وساس، معروف بين الناس بالماضي والحاضر. بنت اليمن قمة في الطهر والحشمة، بنت اليمن قمة في الطهر والحشمة. إيمانها حكمة في السر والظهر، إيمانها حكمة في السر والظهر. يا شامخ الكراس في علوها وساس، معروفة بين الناس بالماضي والحاضر. بنت اليمن قمة في الطهر والحشمة، إيمانها حكمة في السر والظهر. هدهد سبأ سجل تاريخها الأجمل، وأمها بلقيس تاريخها السهل. ضارب حضارتها عف طهارتها، كالبدر سيرتها وعدلها الشاطر. بنت اليمن أجيال تسوى 100 رجال، بنت اليمن أجيال تسوى 100 رجال. فالفعل والأقوال مضرب مثل باهر، فالفعل والأقوال مضرب مثل باهر. يا شامخ الكراس في علوها وساس، معروف بين الناس بالماضي والحاضر. بنت اليمن قمة في الطهر والحشمة، إيمانها حكمة في السر والظهر. مثل الشموس تسمع